شعبط شعبيط خلبط خلبيط مدمن ادمان نصب وتخويط شعبط شعبيط خلبط خلبيط مدمن ادمان نصب وتخويط من شارو منك يا واهي واكل نازل واكل راجل مال سايب والدنيا حوسة حوس فيها جو بلا عيد آه نصب وسرقة اليوم شفتها بالعين نصب وسرقة اليوم شفتها بالعين والله العين السلام عليك حسين استاذ كيف حالك اخويا طيب شو اخبارك كيف وين اخويا علي علي روح الله طيبك علي يا طيبك علي الله يسامحك ويسامحك علي ولا يا راجل والله مالي مكان عليهم وجدتك نشهد بالله جدتك معاملات قلت لك استاذ تفضل انا اول مره نلقاك انا ما شفتكش من قبل شو اسم الكريم احمد الطيب مرحبتين حميدة مرحبتين يا اخوي انا معاملتي كلها مع اخوي علي عرفته الله يا طيبك علي يا طيبك علي يا رجل قلت لك يا اخوي احمد معلش غير انا تاخرت على المصرف عرفته بنسحب فلوس وني ما لحقتش عرفته وعندي ضيوف جايين فاضطريت ناخذ البضاعه هذه وديما ناخذ بالدين انا من هنا راه والله يا استاذ اداره المحل ما تسمحش لنا نبلغ مسار كيف لا لا كيف يا رجل انا حتى اسمي مسجل في الكراسه وشوف الكراس عندك شوف الكراس شوف اسمي حسين احمد عثمان تلقاني مسجل هاي حسين احمد عثمان اه شوف تلقاه ديما ديما معاملاتي مع اخوي علي انا طيبك علي والله طيبك علي الله عليك تلقاه هذا حسين احمد عثمان عليك 35 ايوه ريت اه مش تعرف بس الحمد لله لا لا معاملات نحن راهو في النظيف ديما راه لك اللحظة ترن علي عليه ترن علي علي خرج تغطي تغطية عدوك تغطية عدوك واللي يكرهك ديما نقول له علي خليك في التغطية مع انه تحسه يعني عالي عليه قريب البرج حذا عرفت كيف والله يا رجل طيبك علي الناس بوجوهها راه الناس بوجوهها والله ايش نقول لك خليه هات خلاص يا ودي بارك الله فيك والله صحيت ما قصرت كيف يا رجل والله حتى انا ما داير غيبه راه المحل محلنا يا رجل محل محلنا وريت الدنيا بالوجوه والاخره بالاعمال اه يا رجل الله يبارك فيك يا رجل والله يا رجل عليك.
الدنيا معايا صبي منو لي خاطي ربي لخذت الورق نعبي ويا عيني زيدي كبي كانك كتيفة حس في جوك مش تمام كانك اليوم خليك فاني وجو الدنيا هاني يا طيري مش موضوع شن نحكي لك يا رجل باتي يا رمزة عملي كبدي ومنكد علي تنكيدة تمكرني في معيشتي قريب ناخذ تبشي ونهج ونسيبنا الحوش بكر او نو بيكرو باتكو هيريتا باتي بالعكس فهومي وشابوبي وشاهلولي وابتاجو عندك الحق ايه ايه انت هذه شخصيتك قدام الناس كلها لكن في الحوشو تي مزط وصعب صعب ديما مترهلي كبدي وديما متقلبني تي حتى امي يا راجل اللولية الطيبة ما هي ناجية منها ديما لبسها لبسها يا راجل الوحيدة اللي ناجية منها اختي الصغيرة بس او نو او نو يا داك عيش لمعيشة وخلي جوك تمام خلي جو مية مية والحياة وردية وعيش جو الراب وخليك كيف الشباب يا الله يعطيك العذاب ملاف يا كذاب يا قلت لي يا شخشاب يا يا هيا طيري هيا ما والله مصوري نقيت اسمه مسجل في الكراس اعطيته باي تلقى الزبون عندي انا اعطيه يا راجل ما هو الزبون عندي مش شوري حتى انا لقيت اسمه حسين احمد عثمان عليه 235 درجه من زاخه الكروسه 185 185 اه انا جيت قلت له ما نقصت عليه 235 درجه قلت له خوذ ومسامحك قال لي لا وسجل عند الله ومن عند الله وعطيني ونعطيك وك كيف يصير حتى انا والله ما شوري هذه شوفوا انت استاذ جو مشوري انا حتى انا ولا اعطيت انا زبون عندك ما في الكراسه تعطيه يا راجل زبون عندك هو زبون قال لي عند علي وني رنيت عليه خارج تغطيه زبون عندي خارج تغطيه ما كنتش خارج تغطيه انا اشوفه هو مش شغل انا معقوله يا راجل معقوله ندزك المطعم تجيب غدا صح تعدي تجيب دجاج ورز هذه احسن اكله عندي وانا مالي ومالك انا مالي ومالك انت اللي تبي تاكل ولا انا اللي نبي ناكل ان شاء الله ما كليت ان شاء الله تموت بالشر انت وقبيلتك كلها انا اللي نبي ناكل تجيب لي حاجه صح معناها انت كانك شايط شايط ما هو لاننا قعدت نقنع في الرجل صاحب المطعم ونبرم فيه ولويته وتعبني ودهشني وقعدت نغير له في اصواتي تقول كناري وما خليت مدهشني في جره الرجل قلت له احنا شركه ونبو وجبات عندنا مهندسين ما عندنا مهندسين اقسم خذا مجهود مني الموضوع فهمت كيف باش اقتناع الراجل وعاد هني وبابا بابا ودا دا 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 تمشي انت تجيب لي رز تعيب عليك عيب عليك تن الرجل تعبته بكل تعبته خليته دايخك دايخ ريالته سايلك اقنعت ان نحن كذا تنعرف انا نعرف طبهم هذوما نعرف انا شن الحاجه اللي تخليهم يريحوا فيها بكل نعرف انا نقطه ضعفهم نعرف وشن هي نقطه ضعفهم الدوله وفلوس الدولة هايه الدولة وفلوس الدولة يانا الدولة وفلوس الدولة يانا الدولة وفلوس الدولة هايه الدولة وفلوس الدولة ها دولة وفلوس الدولة عنده مش روح مع الدولة وفلوس الدولة تلقايا الصحبة كرسي يبيعوا فيه باربعين جنيه يمشي واحد زيك انت كي اجرب يخش الدكان بيش الكرسي يقول له باربعين جنيه ياخذ الكرسي ويروح يجي واحد من الدولة يبيشتري الكرسي نفس الكرسي يقول له بمية وواحد واربعين جنيه ويديروا برنامج متاع ثلاث عروض ولجنة عطاءات ومندوب مشتريات يعني علي مندوب مشتريات يا شاء الله ربي يعطيني ويعطيك مندوب مشتريات يا اخوي نعنها صبيحي وصبيحك مندوب مشتريات مندوب مش... حلوة مندوب مشتريات مندوب مشتريات انت وهلك كلهم ينغنخوا فهمت ما فهمتش تقول انت من امتى تفهم اصلا انت من امتى تفهم صحبه ريت صديق ايوه انت اخويا أيوه. وصاحبي بس. ورفيقي بس. وغالي علي وانا وياك على الحلوه والمره لكن في سر لازم نعترف لك به صدقني يا صاحبي شنو هو
لازم نعترف لك. تذكر طيحتك زمان على راسك؟ من زمان طحت على تذكرها؟ تذكرها. طايح على راسك انت؟ صح. مش ناكر؟ لا مش ناكر. خلاص، لما طحت على راسك طيحة هذيك، اول ما دروا لك الصورة الاشعة على قبوعة راسك وانت كنت قاعد في الملاحظة طايح، خشيت انا على الدكتور اللي بنطمن عليك. بس قلت له يا دكتور، قال لي صاحبك عنده عنكبوتة معشة على عضلة التفكير متاعك انت. الله اعترف لي بها. وهذا بي الموضوع هذا قبل بيش نقوله لك انا، لكن انا مضطر اني نقوله لك. واحتمال كبير العنكبوت هذه مجرية ومعيل. والله مجرية. لا مجرية صديق. انت احتمال مدة جاية بسيطة هذه حتنسى اسمك. اللي يسرك يقول لك شن اسمك يا صديق، تقول له اسمي عباس. لكن عباس مش تمام. مش انت اللي العنكبوت هي اللي تسمي. العنكبوت هي اللي ماسكه السجل المدني بتاع خلايا مخيخ راسك. حتريح فيها انت والله. في واحد نفس حالتك صاحبي اسمه حسين، تو يسموا فيه سالمة، يلطف بها الله ان شاء الله. سالمة؟ ما نعرفش واحد اسمها سالمة. انا ان شاء الله يلطف بها الله يا صاحبي. المهم ان شاء الله موضوعنا. شنو موضوعنا يا بيكو؟ موضوعنا انك انت معاش تفكر. ريح العنكبوتة واولادها وخليني اللي مفكر، اللي نقول لك عليها ديرها. بس عدي يا صحبه، عدي يا صحبه، تعال يا صحبه، تعال يا صحبة. شيل هذه، جيب هذه، ما تناقشش، تنفس وبس. تمام. ايوه. لكن يا ابو بكر يا بيكو، في افكارك هذه مش عارف وين انت بتودرنا. انت معنا حالتنا تمام والامور ماشيه مشتفه وناكلوا في دجاج. معنا الدجاج راه خير من اللحم الوطني، فيه شحم وكرستول. وبعدين على راي المثل، القناعه كنز يفنى. يا بيكو النبي، ما فكتني منها الكلمه، فكني منها القناعه وما يفنى وما يفنى وشعار الفقراء والمحتاجين. فكني منها بكل كرهتك انا. وتلقاك اجرب زيك انت يقول لك القناعه كنز لا يفنى. ما تفنى انت بروحك، ان شاء الله تفنى انت واهلك كلهم يفنوا. علاش عايش؟ فكني منها فهمت نبو نديروا فلوس، نبو نعبوا، نبو نقدوا كيفنا كيف الناس. قناعة كنز لا يفنى. وتلقاه يشيلك في دخان بتاع 50 قرش وساكن في شقة ومعيشة سودة وسيارة فاشلة. يقول قناعة، فكني منها الدوة بتاع الجربة دي، فكني منها. فهمت. انا هي الصحبة كان نلقى نبي نملك الدنيا هذه بيدي. فاهم؟ الدنيا نملكها بيدي. انا كان نلقى نملك الدنيا هذه كلها في يدي، هذه كلها في يدي، نملك الدنيا هذه كلها في يدي، الدنيا هذه كلها في يدي. تو يا حاج منصور، ضروري نخلصوا موضوع الضرائب. نعم ضروري نخلصوا الضرائب. قول لي موضوع الضرائب راهي الفلوس بتاعها كلهم بكل كم يطلع؟ 20,000، في حدود 20,000 بالضبط. 20,000؟ ما هو يا حاج ان فترة ما خصوش في الضرائب لنا ما يقارب عن 3 سنوات. انت عارف البلاد كانت حارسة وكانت صدقت. تو قصدك اللي تدفع 20,000 على فترة كانت فيها الامور حارسة والدنيا متلخبطة، دولة ما في دولة ووظفات غير عليها 20,000؟ تي يا راجل، هذا هو الضحك معي. والله يا اخوي هذا هذين ضرائب ضروري ندفعوها للبلاد، هذا حق البلاد علينا. تنقول لك البلاد هالت وانت تقول لي حق البلاد علينا؟ تو البلاد مين بري سكمنا الا ال 20,000 اللي بيدفعها عمي؟ تي ملايين عدا طايح في رايح. ها ترى النبي، ترى اعطيني الاوراق يا عمي، نخدمه في البرانيه يا بلنت يا عمو، الدنا اللي عمو عدوك ما عنده والي. ايوه يا ابوي بارك الله فيك. ترى عطي الاوراق المكيرو راجل اللي خشوا يظهر وعارف الدنيا كلها، بكي نقص لنا شيء حاجه من هالضرائب هيك. والله هيك راهي اثر في موضوع الجواز. قالوا لي الماده الخام ما فيش حاجه. شنو قصه الجواز هذا يا عمي؟ لما يعدي تونس شبيكرو سطار ركب في كراية علينا في زمان وتو تقوى بيهم، لا نرقد لا ليل نهار. حياتك يا بيكرو. نعرف حقيقة في جوازات يا حاج،
وقال لي المدة جاية هث جاية مادة خام، وعطاني عهد قال لي أول جواز نخت ما جواز الحاج. ريت ما يورط إبراهيم، نعرف عقيد في الجوازات، أنت الحاجة الكبيرة. طيب المدة قال لك جاية المادة الخام؟ والله قال لي في حدود الشهر شهرين بكثيرك. موت يا حمار، مش قصدي لك يا عمي، أسف، قصدي للحمار. ولا عند انت بيقدر يرجع عمي يجي المادة الخام ومنين بيجيبوها؟ ولا فاضيين نحن ولا عمي يقعد يستنى؟ عيب يقعد ولاد خوه بيكرو ويستنى. اعطيني الاوراق يا عمي نمشي باذن الله ننهي لك الموضوع هذا ويجيك جواز معنقر تنخدمه في البرانيه. يا بل انت يا عمو يا حبيبي عدوك ما عنده والي، يا احلى عم في الدنيا. اويا لا لا لي الله يا صاحبه الدق الاولي يا اخوي. وين النموذج تاع الضرائب؟ نموذج الضرائب، نموذج الضرائب، نموذج الضرائب، ايوه هذا نموذج الضرائب. يرى الاولي الاولي نتاع ايام المجلس الانتقالي ما تغير شيء يا رجل، هو هو. تمام تمام باهي. وين الخاتم نتاع المجلس الانتقالي؟ هاو تبي لنا ختم جديده؟ ذكرني توندير لك راي ريت توقيت هذا في اللي وقع تقول يرسم في متاهه، عرفت؟ ولا لي فاتورة الدفع اللي يعطوا فيها الضرائب قال لك 20,000، نبيش الفرق بينه. تمام تمام 100% نسخة طبق الأصل. تسلم يديك يا بيكو. قول لي الموضوع اللي حكيت لك عليه، موضوع التأشيرات، أرى فيه واريرة، والراجل قال تاخده على كل تأشيرة 800 دينار. 800 غير خلينا نسجدوا بقر راس راس، ننهوا الاوراق هذين اللي في يدينا ونشوفوا موضوع الجواز وبعدين نسهل بعد خطرها. واتيت لي البدله واتيه، والشاب اللي قلت لك عليه قاعد هنا لسمو حظ. اي شاب؟ الشاب اللي يشتغل في بوابه بساعد. باهي ازمه في المطعم، بندق مو بندقنا والعرف بلوشي، مش خير من نأزمة في حوشي. بعد خطرها أنا درت كل اللي قلت لي عليه، لكن بسألتك سؤال مهم، أنت علش تدير في الجو هذا كله؟ باش نكسب ثقة عمي منصور. لكن ما قلت ليش علش تبي تكسب ثقة عمك منصور. لعند أنا سادك ستوب يا صاحبة. تيفا شنو تحكي لنا؟ والله كساء دايما ما في ما نحكي لك. اوه تيفا جوك مش عاجبني. كيف فيها مادة وجهها مادة، ما في ما تقضي كساد يا راجل، كساد للمليون. وينك لك كم يوم متبخر يا فلافل؟ انا قعدت ونون لي انا تكلم وان كيف هالوان ونين يعني. ايه تعال تعال عارف يا تيفا حياتي كلها وانتي وان كملتها كلها على الفاضي، كلها نفس الجو يا طيبي، كلها نفس الجو، حتى انا حياتي وان في وان وعلى الفاضي. هيك يا طيري هذا وضع البيت كساد، وين وين تبي تمشي؟ قولي بس وريني انا وين تبي تمشي. ماشي ماشي على الحاشي يا طيري. المهم شنو مصورك شنو تشرب؟ اوه نو هب 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 اما لا جيب دافي يا داك. اش دخلك الجيب دافي اللي فيه صراك غير زايد؟ اش دخلك يا فلافل؟ نقول لك حاجه، انت ديما صدايقك هيك الجيب دافي الجيب مسكع ما عندكش مفيد بك، مع اني انا ديما يحضرا ويغيبا وديما نعزم فيك وديما نخلص عليك. والله لا تذكر كده مضى
لكن غير زايد قزقاح وشداحي مسقع. المهم المفيد اثنين مكياطة وراس العزوز ودب الكريمة. بالله عليك هني أربع كوشك سكرة. العب صح أربع سكر الله شكلها بزقبن وتبي ترقين يا طيب. تبي ترقين اي زد ان شاء الله. المهم مالك ايش تحكي لنا؟ والله نحكي لك خلي مروان سألت علي الشباب قالوا لي مسافر. تبي وشنو جديد في الموضوع؟ مروان ديما مسافر. السنة اللي فاتت كان صدقني الله أربعة خمس مرات سافر فيه. أصلاً عمره قعد في ليبيا مروان. مروان هذا قعد نظام ريد بول. مروان عاطي الروح وجوانح. والله يا وين شاف الدنيا غير الدنيا. كانك هيك تقول فيها وكيف اللي في حقد هناك في حسد. يا أيمن ديما نقول لك فيها نقول لك أنت يا أيمن كويس لكن مشكلتك عندك شوية حقد طبقيا يعني. يا راجل مروان صاحبك تمنى له الخير صاحبنا أظهر عشان نقدو زيه بعدين نحن. تلا حسد ده شيء أنا قلت الموضوع رأي يرجع في هذا جو. لا 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 يا طيب. لا كل شيء إلا يرجع يرجع تو يطلع من هنا لخطوب ويريح فيها الجو كله. بلا يقول لك أنت شنو وراك تو؟ أنا ورايا كرسي. شنو ورايا؟ بس دمي خفيفة. لا تقيل. صب لك طاسة. ورايا شيء طيري. شنو فيه بس؟ تبي تمشي؟ بنمشي وياك مشوار. ما يهمك شيء خيك فراغ قاعد هن هالخراب ما تشاور. وين ما تبي نمشي معك يا طيري. خلاص ما له ينطلع ونات. نطلعوا كيف؟ ما تحك فينا وصينا يعني مكياطة شوية جي مكياطة نشربوها نرقوا لهني عشان يطلع من الخطوط. خلينا نشربوها برا هاي. نشربوها برا نشربوها برا جو شيمبلندي اللي عندك عندي عادي عادي. توا اسبوع باسبوعين مش تعب عليكم؟ والله اسبوع باسبوعين اسبوع غادي واسبوعين. لا اسبوع باسبوعين كويس معقوله عرفت. والله ديما نقول فيها للاستاذ صديق نقول للناس اللي يخدموا على الحدود هذوما يحتاجوا دعم ولازم نصبوا معاهم لان انتوا اللي مسكرين علينا هالبيبان اللي خشن عينا في هالمصايب. والله الناس ماني عارف شن صار لها يا الضمير خلاص يعني. والمهربين ها المهربين هذا وقتهم. لا نحن والله اللي علينا نديروا فيه. بارك الله فيكم انتم والله العظيم الوطن بلاكم وبلا هالنفسيات الطيبه اللي زيكم ماني عارف كيف كان يكون حالنا يا راجل. الناس خلاص بعد قلت لك مازال مسكهم الامر الاولي هو شو اسمه هو. والله يا راجل عذر بالله من الشيطان الرجيم. لا توا مسكنا العميد فتحي سالم نشهد بالله ان هاج الوطن يضخى وما يخافش بكل ويعجبه والنائب بتاعه شبوب رايد اسمه جمال عمار. طيبك فتحي طيبك فتحي وطيبك سالم حتى ابوه نعرفه. اوف دوحة يا رجل نعرفه من الايام كان نقيب. شهد بالله انه خيره خيره وفعلا راجل مناسب في المكان المناسب. نعم فتحي راجل قلت لي الرايد النائب هذا شو اسمه؟ اسمه جمال عمار. ولا المرتبات ان شاء الله غير كويسات؟ لا المرتبات كويسة والجماعة كلهم كويسين ومتريحين لكن في وحديد معانا نشهد بالله انهم ياخذوا في الرشوة وداروا فلوس واجد بكر وما عندهمش ضمير بكر ولا لكن هم شوية ومعروفين. هذا الخبر اللي نحكوا عليه رشاوي مع رشاوي يا اخي الناس ضمير ماش عندها ضمير بالكل خلاص يعني شنو في العين والوطن وين يريح؟ ها معقولة هيك يا جماعة معقولة يعني لكن مئة مرحبا. الله يبارك فيك وأنا الله ينصرك والله بالجودة بيك. الله يسلمك الله يبارك فيك. والله الوطن الأولى الشخصيات الطيبة اللي كيفك رانا 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 رحنا رانا رحنا والله تسلم الله العظيم الله كول يا بكول رايح ضاعف والله. لا وين الله كله ضاعف والله ضاعف والله وكانك بالهون ما يوكلوش فيك مع الحدود غادي ولا هذا كله ما يوكلوش فينا. لا مرحبا مئة مرحبا والله كول صحتين كول كول يا ركول والله تاكل صحتين يا جماعة يا جماعة راهو المرحلة هذه مرحلة تبي 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 تضحي. الوطن غالي علينا الوطن غالي علينا والمرحلة يا أخوي تبي تضحية ولا لا مرحلة تبي تضحية. بارك الله فيكم على العزومة الطيبة واسمحوا لي يا جماعة نبي نمشي والله توه.
لا يا رجل لا ما تقولش الكلام هذا. أنسنا وما شيء من قدرك، والله ما شيء من قدرك. شنو وجبة في مطعم يعني؟ لا يا رجل أنت أنسنا علي الحلال تستاهل الذبح. صح، دائما الحاج بيكرو يقول لازم يكون عندنا موقف مع الناس الوطنيين، ولما حكيت لي عليك قال لازم نتعرف عليه شخصيا. وشرفت بيك والله ومية مرحبا، وهذه مش هتكون آخر عزومة، الجيات عزومة الأخرى عندي في الحوش بإذن الله، وبالجودة بيك وشرفنا بيك، وإن شاء الله انتلاقوا مرة تانية وفي أمان الله، فرصة سعيدة. مرفوعة السلام. قلت لك اللفولك لو كان هذا في القزير. بارك الله فيك والله والله ما قصرتش والله، ما كنت جيدة. بارك الله فيك إن شاء الله معرف خيرك في أمان الله. مربوح 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 في أمان الله، معرف خير. كأنك كأنك فضحت نطاق تقول عمرك ما حقيت وكال ولا وجهك وجه نعمة. أنا ما فهمتش ليش عزمته وش استفدت منه. ما من علم في روس الفكارين من أنت تفهم أصلاً. أنت وكان تفهم يصير لك تسمم. باهي باهي شنو يصير في موضوع الأختاب؟ بالي ذكرتني. أيوة هك أنت ذكرني وخلي الأفكار شوري. أنت ما تفكرش بكر وبخفليت بخفليت زي ما قلت لك، بس رد بالك يجي على الوكال. شعبات شعبي خلبات خلبيت مدمن إدمان نصب وتخوير. شعبات شعبي خلبات خلبيت مدمن إدمان نصب وتخوير. من شارو منك يا واهي واكل نازل واكل راك. مال سايب والدنيا حوسة حوس فيها جو بلا عيد. نصب وسرقة اليوم شفتها بالعين. نصب وسرقة اليوم شفتها بالعين والله العين. نصب وسرقة والله اليوم شفتنا بالعين والله العين.